لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام البخاري رحمه الله في باب التواضع في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال ابن حجر: قوله فقد آذنته أي أعلمته، والإذان الإعلام، ومنه أخذ الأذان بالحرب. وصلنا وقد استشكل وقوع المحارب. في رواية الكشميهني: حرب أذنته بحرب. وفي رواية أحمد: من آذى لي وليا. في رواية من عاذى لي وليا. في رواية عائشة حديث عائشة: من عاذى لي وليا. وفي أخرى: من آذى. وفي حديث ميمونة: فقد استحل محاربتي. وفي رواية وهب بن منبه موقوفا قال الله: من أهان ولي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة، هذه ولي. وفي حديث معاذ: فقد بارز الله بالمحاربة. وفي حديث أبي أمامة وأنس: فقد بارزني. وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين، مع أن المخلوق في أسر الخالق. والجواب أن من المخاطبة بما يفهم، أنه من المخاطبة بما يفهم، فإن الحرب تنشأ من عن العداوة، والعداوة تنشأ عن المخالفة، غاية الحرب الهلاك، والله لا يغلبه غالب، فكأن المعنى فقد تعرض لإهلاكه إياه، فأطلق الحرب وأراد لازمة، أي أعمل به ما يعمله العدو المحارب. هو العبد يحارب الرب عز وجل، يخالفه ويسعى في يعني هدم دينه ودعوة الحق، ده معنى معلوم وظاهر. والله عز وجل يحارب ذلك العبد وهو في قبضته وأسره، فيفعل به الأفاعيل ويهلكه سبحانه وتعالى. وهذا فيه تهديد شديد. قال الفكهاني: في هذا تهديد شديد، لأن من حاربه الله أهلكه، وهو من المجاز البليغ، لأن من كره ما أحب الله خالف الله، ومن خالف الله عانده، ومن عانده أهلكه الله. وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة، فمن والى أولياء الله أكرمه الله. قال الطوفي: لما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوى، تولاه الله بالحفظ والنصرة. وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو صديق، وصديق العدو عدو، فعدو ولي الله عدو الله، فمن عاداه كان كمن حاربه. والفعل حارب دي بتاعت مين؟ من يحارب الله، العبد، ده فعل العبد، فمش محتاج تأويل أصلا، لأنه يحارب دينه. ومنهم من يسعى بإنكار وجود الله أو بتقرير الشرك به، أنه يحارب الله فعلا. يقول: ومن حارب فكأنما حارب الله. يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يجوز في أحب الرفع والنصب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب. يدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين والكفاية. افترضته عليه أو مما افترضت عليه، يشمل فروض العين، ودي أقرب أولا لأنه عليه، وبعدين فروض الكفاية التي تعينت، وبعدين فروض الكفاية التي قد يقوم بها غيره.
ولكن هو يشارك في إقامتها في الأمة، وظاهره الاختصاص بما ابتدأ الله فرضيته، وفي دخول ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقوله افترضت عليه. يعني عايز يقول ايه؟ النذر يخش في الكلام ده؟ يقول ظاهره الاختصاص بما ابتدأ الله فرضيته، اللي هو مش واجب بالنذر، واجب بالتشريع العام. في دخول ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقول افترضت عليه، إلا إن أخذ من جهة المعنى العام. يعني إيه المعنى العام؟ إن ربنا افترض عليه الوفاء بالنذر، فيكون عمله في ذلك إيه؟ فرضا، لأن الله الذي افترض على الناس أن يفوا بنذورهم. يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله. قال الطوفي: الأمر بالفرائض جازم، ويقع بتركها المعاقبة، بخلاف النفل في الأمرين. يعني النفل ليس الأمر بها جازما ولا يقع بتركها معاقبة. يعني هو ذكر أمرين: الجزم بالأمر بالفريضة، والحاجة التانية وقوع الايه؟ المعاقبة على الترك. فالنفل ليس الأمر جازما ولا يقع بها عقوبة، لا يقع بتركها عقوبة. وإن اشتركت إن اشترك النفل مع الفرائض في تحصيل الثواب، فكانت الفرائض أكمل، فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد تقريبا. وأيضا فالفرائض كالأصل والأس، والنفل كالفرع والبناء. وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد له إليه، وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية، فكان التقرب بذلك أعظم العمل. والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة، ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة. الخدمة عن الطاعة، بس استعملت كده كتير أو عند الصوفية. فيجازى بالمحبة التي غاية مطلوب من يتقرب خدمته، وما زال، وفي رواية ما يزال. وطبعا إيه افترضته عليه؟ افترض الله، يعني لا يدخلش فيه النهي، المنهيات، ترك المنهيات، بل داخل، لأن الله افترض على العباد ترك ما حرم، فهذا الترك مأمور به من هذه الجهة. يعني فالصحيح أن ده يشمل الفرائض فعلا وتركا. فعلا يعني يؤدي الواجبات زي الصلوات الخمس، وزي بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، ويشمل ترك المحرمات. الترك فعل على الصحيح، وهو قربة إلى الله عز وجل. يتقرب إلي، التقرب طلب القرب. قال أبو القاسم القشيري: قرب العبد من ربه يقع أولا بإيمانه ثم بإحسانه، وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه معرفته، وفي الآخرة من رضوانه، وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه. ولا يتم قرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق. قال: وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس، وباللطف والنصرة خاص بالخواص، وبالتأنيس الأنس يعني خاص بالأولياء. وله من اللطف والنصرة مع يعني مع الأولياء كذلك. يعني بس دي طريقة الإيه؟ الصوفية، في إن في عوام وخواص، وخواص الخواص اللي هم الأولياء. إحنا عندنا أبرار وسابقين، ومنهم ظالم لنفسه، يبقى عندنا إحنا في الكتاب والسنة. يعني يقول: وقع في حديث أبي أمامة: يتحبب إلي بدل يتقرب، وكذا في حديث ميمونة. ده من احسن يعني الحاجات اللي فيها بعد عن التاويل لمعنى القرب، في اثبات قرب الرب من عبده وقرب العبد من ربه. العبد يتقرب الى الله، والله يقربه ويقرب منه. من تقرب الي ذراع تقربت منه باعا،
وهذا يمر كما جاء دون تأويل، والمعاني المذكورة معاني حسنة جميلة. يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، في رواية الكشميهني أحبه، بالنوافل أنا بقول في قول حتى أحببته، يعني رواية النسخ اللي عندنا إيه حتى أحبه، ما إذا العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ظاهره أن محبة الله العبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل. وقد استشكل بما تقدم أولا أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى الله، فكيف لا تنتج المحبة؟ والجواب أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لها. ويؤيده أن في رواية أبي أمامة ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك. قال الفاكهني معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى. قال ابن هبيرة يؤخذ من قوله ما تقرب إلى آخره أن النافلة لا تقدم على الفريضة، لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة، فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة، ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب. وأيضا فقد جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية والتحفة، بخلاف من يؤدي ما عليه من حراج بالنسبة للبشر يعني، أو يقضي ما عليه من دين. وأيضا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض، كما في صحة في حديث مسلم انظروا هل لعبد من تطوع فتكمل به فريضته. فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها، كما قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. والظاهر والله أعلى وأعلم في ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي بما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي النوافل أي بعد الفرائض حتى أحبه. إنما قبل المداومة على النوافل يحب منه أشياء، أفعال وصفات هي الفرائض، وأما المداوم على النوافل حتى يكون محبوبا من كل جهته، حتى يكون شخصه محبوبا إلى الله. وهذا يدل على أن فعل الحب منه عز وجل يكون في وقت مداومة العبد على النوافل بعد أداء الفرائض. الذي يداوم على الفرائض محبوب منه ذلك، هذا الفعل محبوب منه، أما أن يكون محبوبا من كل وجه حتى يصل إلى درجة أن يكون الله سمعه الذي يسمع به، فهذا لا يكون هذه الدرجة من المحبوبية من كله يحبوبا من كل وجه من وجوهه حتى يصل إلى هذه الصفة، لا يكون إلا بعد المداومة على النوافل. يعني اللي بيؤدي الفرائض والنوافل لكن لا يداوم عليها لا يصل إلى هذه الدرجة، إلى أن يصل إلى درجة المحبوبية العظيمة التي وصفها الحديث. زي أن في درجات رضا أعلى من رضا، برضاه أدخلهم الجنة، ولكن هناك رضا أعلى وهو الرضا الذي لا يسخط بعده أبدا. من أحبه الله الحب الذي يكون به العبد كسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هذا أعلى الدرجات الممكنة للناس في أولياء الله الصالحين. رواية بصره الذي يبصر به في حديث عائشة، عينه التي يبصر بها في رواية يعقوب عينيه، وفي رواية في فؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به، وفي حديث ميمونة قلبه الذي يعقل به، وفي حديث أنس ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا.
مؤيدا دي اللي توضح. وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع البصر سمع العبد وبصره إلى آخره. والجواب من وجوه أربعة، من وجوه، نعم، لا مش في الصحيح، ما هو بيذكرها عينيه ايه وجه ده عيني العبد يعني. كنت عينيه عيني العبد. الجواب من اوجه، احدها انه ورد على سبيل التمثيل، والمعنى كنت سمعه بصره في ايثاره امري، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح. ثانيها ان المعنى كليته مشغولة بي، فلا يصغي بسمعه الا الى ما يرضيني، ولا يرى ببصره الا ما امرته به. ده معنى حسن احسن من الاول. المعنى الثالث، المعنى اجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره، يعني له اجعل له مقاصد ما يقصده يناله. يعني يجعل الله له من القدرة على السمع والبصر ما ليس لغيره. يعني المعنى الثاني في معنى العبادة ان كل الجوارح مشغولة بالله، معناها انها لله. والمعنى الثالث ده انها بالله، يقولوا يكون بالله ولله، لله ان جوارحه كلها مشغولة بالعبادة. والمعنى الثاني انه مؤيد، زي يقول ومؤيدا، وده معنى حسن جميل جدا، ده الأظهر مع المعنى الثالث. المعنى الأظهر أنه يكون بالله، ينظر بالله ويسمع بالله ويبصر بالله، فيرى ويبصر ما لا يدركه الناس، فبيسمع وبيبصر في الرواية الصحيحة. قال رابعا كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجلي في المعاونة على عدوه. خامسها قال الفكاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة، هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف، والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استماعه، وحافظ بصره كذلك اللي هي لله. قال الفكاني يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله، وهو أن يكون معنى سمعه مسموعة، لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول، مثل فلان أملي بمعنى مأمولي. والمعنى لا يسمع إلا ذكري، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا بمناجاتي، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي، ورجله كذلك. وبمعناه قال ابن هبيرة اللي هو إيه؟ لله. قال الطوفي اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وعينته، حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها، يعني في نصرته وإعانته. ولهذا وقع في رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. طبعا ده معنى مش ده ظاهر جدا من قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فده معنى بالله، بي يسمع وبيبصر، ده نص الحديث. قال والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العبد، ده الكفر البواح. واحتجوا بمجيء جبريل في سورة دحية، قالوا فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر. قالوا فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لأنه أن ربنا يقول قادر أن يتجسد في العالم، يصبح هو العالم كل أو بعضه، بقى الاتحاد الجزئي أو الإيه أو الحلول الجزئي. الكلام ده تعالى الله عما يقول الكافرون. قال الخطبي هذه أمثال، والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء، وتيسير المحبة له فيها، ده جمع بين الاثنين، بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه،
عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، من النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، والبطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله. كل ده معنى إيه؟ الأولاني توفيق الله لعبده، تأثير المحبة له، ده كله معنى أنه لله. إلى هذا نحى الداودي ومثله الكلابذي، وعبر بقوله أحفظه فلا تصرف إلا في محبي، لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه. سامعها قال الخطابي، وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجح في الطلب، وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح المذكورة. وقال بعضهم وهو منتزع مما تقدم، لا تحرك له جارحة إلا في الله ولله، فهي كلها تعمل بالحق للحق. هي بالحق دي معنى الإعانة والتوفيق، وأن تكون له من هذه الجوارح ما ليس لغيره، ولله الإخلاص، تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. أسند البيهقي في الزهد عن أبي عثمان الجيزي أحد أئمة الطريق قال معناه كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الإسماع وعينه في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي. وأحمله بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو، وأنه الغاية التي لا شيء وراءها. ده هو الحديث بيقول فبي يسمع وبي يبصر. إذن العبد يسمع ويبصر، مش إن هو فني ولا ولود له، أو فضلا عنه ولا شعور له بولوده. يقول وهو أن يكون قائما بإقامة الله له، محبا بمحبته له، ناظرا بنظره له، من غير أن تبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف بوصف. ده الكلام اللي بيشير لوحدة الوجود وأقصى جزء محتمل شرعا فناء الشهود، محتمل يعني يبقى في حيز الدين، مع أنه ليس مأمورا به فضلا أن يكون ذلك أعلى الدرجات. يعني فناء الشهود ده أنه لا يوصف باسم ولا يسمى باسم ولا يشعر بولوده ولا ولود المخلوقات، هذا مأمور به. كيف وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ معنى هذا الكلام أنه يشهد إقامة الله له حتى قام، ومحبته له حتى أحبه، ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظرا إليه بقلبه. ده معنى حسن جميل، أنه شهد طاعته بالله عز وجل، وشهد كل عبوديته لله قائمة به عز وجل لا بقوة نفسه. وده معنى لا يصح أن يعبر عنه بالفناء، ولا أن يقال عنه من غير أن تبقى معه بقية تنط باسم أو تقف على رسم. المعاني دي ليست يعني الألفاظ دي ليست جيدة. كون المعنى بتاعها إنه معناه إنه ما حدث به لا يضاف إلى نفسه لأنه كان بالله، معنى حسن جميل. لا يكون هو إلا بالله، لم يتركه الله لنفسه طرفة عين. يقول وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصير في معنى الحق تعالى عن ذلك، تعالى الله عن ذلك، وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر نفسه، الموحد لنفسه، المحب لنفسه. أعوذ بالله، هو ده وحدة الوجود الخاصة. مش هو كان بيقول هنا أنه هو بيقول فالله أقدر على أن يظهر في سورة الوجود الكلي أو بعضه؟ يعني في واحد بيقول بالوجود أن الكون كله إيه؟ شيء واحد، وفي واحد بيقول لك لا، ده اللي هو وصل للإيه؟ يبقى اللي حصل للوحدة. ده نفس الفلسفة الهندية بتاعت النيرفانا، أن مش كل الناس بيوصلوا لوحدة الوجود، اللي بيتعبدوا كويس بيوصلوا لوحدة الوجود، اللي بيتحد بذات الإله. يقول حتى يشهد أن الله هو الذاكر نفسه، الموحد لنفسه، المحب لنفسه. دي أبيات الهروي في آخر
المنازل للأسف، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده وإن لم تعدم في الخارج، وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه الاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة، لقوله في بقية الحديث: ولئن سألني ولئن استعاذني، فإنه كالصريح في الرد عليهم، بل هو صريح. قولي هذا الأستاذ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.